ذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هقول لحضراتكم إزاي تظبط ألوان الشاشة بتاعتك علشان تتفرج على صورة طبيعية. الطريقة هشرحها النهاردة على شاشة توشيبا سمارت، وإن شاء الله بكرة أو بعده هشرح الطريقة على معظم الشاشات. خلي بال حضراتكم في معلومات مهمة جدا لازم تعرفها الأول قبل ما أوري لحضراتكم إزاي تظبط الألوان. لازم حضرتك تقف على قناة اتش دي علشان لما تيجي تظبط الألوان بتاعتك تبقى أنت عارف الألوان بقت كويسة ولا عايز تعلى شوية ولا تنزل شوية. ولكن ما تظبطش ألوان الشاشة بتاعتك وأنت واقف على قناة اس دي. علشان تظبط الألوان بشكل صحيح هتقف على قناة اتش دي. بعد ما تقف على قناة اتش دي في الرسيفر هتضغط على زرار مكتوب عليه المنيو في رمود الشاشة توشيبا، هتفتح لك اللوحة اللي قدامك وهي القائمة. هتنزل عند الاختيار الأخير وهو إعدادات. بعد ما تقف عليه هتضغط على أوكي عشان تفتح لك اللوحة التانية اللي قدامك. هتقف على الاختيار اللي اسمه الصورة وبعدين تضغط على أوكي. هتفتح لك بعض الاختيارات زي ما قدامكم. هتنزل عند تالت اختيار اللي هو إعدادات وضعية الصورة وبعدين هتضغط على أوكي. هيدخلك في اللوحة الخاصة بضبط الألوان. بيقول لك هنا تطبيق إعدادات الصورة على المصدر الحالي ولا جميع المصادر. يعني إيه؟ يعني حضراتكم عارفين إن الشاشة فيها مدخل HD 1 و HD 2 ومدخل AV ومدخل PC أو الكمبيوتر. بيقول لك لو أنت عايز تظبط الألوان على المصدر الحالي، لو أنت موصل مثلا الرسيفر على HD 1، لو أنت عايز تظبط الصورة أو الألوان على مدخل HD 1 يبقى تختار المصدر الحالي. طيب لو حضرتك بقى عايز تظبط الألوان على جميع المصادر هتدوس على أوكي، وبيقول لك هنا جميع المصادر هتنزل عليها وتضغط على أوكي. يبقى كده هتظبط الألوان على جميع المصادر. بالتالي لما تروح على مدخل HD 1 أو 2 أو 3 أو 4 أيا كان هتلاقي الصورة واحدة في جميع المصادر. بيقول لك هنا الاختيار الثاني بيقول لك الضوء الخلفي، هتضغط عليه وخليه دايما منخفض، ما تخليهوش عالي. هتختار المنخفض وبعدين هترجع باك، هيرجعك في اللوحة اللي كنت عليها. هتنزل عند الاختيار الثالث وهو السطوع. دايما بقول خلي السطوع 50% او بالكتر خالص خليه 60%، ما تطلعش عن كده، لا تطلع ولا تنزل عن كده. يعني ما تنزلش عن 50% وما تطلعش على 60%. يبقى السطوع مثلا 50 ل 60%، والتباين برضو هيكون من 50 ل 60%. هتضغط على اوكي وتبدأ ترفع من الزرار اللي بيعلي الصوت او بيوطي الصوت لحد ما توصل على 60% وترجع باك. بيقول لك هنا تشبع الالوان، عايز الالوان لحد ايه. دايما برضو بقول خليك 50% عشان تبان الالوان طبيعية، ما ترفعش الالوان. وزي ما قلت لحضراتكم المعلومة المهمة جدا، لازم حضرتك تقف على قناة HD علشان تظبط الالوان بطريقة صحيحة. بعد ما خليت الالوان 50% ممكن تخليها 55% زي ما قدامكم، وبعدين هتبقى السطوع 60%، التباين 60%، تشبع الالوان 55%، وحدة الصورة هتخليها 5%، وبعد كده ما تعملش اي حاجة في الاعدادات. بكده ظبطنا الالوان الخاصة بشاشة توشيبا. ولكن برضو الامور المهمة عشان تلاقي الالوان شغالة معاك لازم حضرتك تقف على صورة HD علشان الالوان تظبط معاك بشكل صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.